السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا لاباس. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه سهله سريعه اللي تجي بزاف بزاف شابه. ان شاء الله اليوم رايحين تشوفوا يعني فلفل مقلي ولا طرشي مقلي بطريقه سهله بسيطه. حبيت نبدا لكم لا فيديو تشوفوه كيفاش يجي باش تتشجعوا تكملوا لا فيديو. يعني سهل، تتهناي ما تطراش تاع الزيت، تتهنى يعني ما اصلا من الزيت. كاين بزاف ما يحبوش ياكلوها على رجلي، يقهمهم يعني من الزيت. هذا يعني تقليه في زوج مغارف برك تاع الزيت ويوجد لكم ثمثم. ها وليك هنا حبيت نوري لكم، ما تقولوش باللي يجي كيما المغلي، لا لا يجي مقلي محمر، يجي بزاف بزاف بنين. فوالا ها وليك حبيت نوريه لكم قبل ما نبدا لكم لا فيديو تاع نهار اليوم. ها وليك كاين اللي ما يحبوش على جلد طرايش تاع الزيت، كاين اللي ما يحبوش. ها شوفوا كيفاش يجي يتقشر، يجي ولا اروع منه، ساهل ماهل، توجدوه في 5 دقائق. بسم الله ان شاء الله الحين نبداو الوصفه تاعنا تاع نهار اليوم. البنات اللي عندي يعني فلفل على حساب واش عندكم، يعني الكميه اللي تحبوها نتوما ديروها. انا هنا فقط هنا درت 3 ولا 4، كل واحد يدير على حساب مقدوره. ها مليك انا غسلتهم فقط هنايا ونشفتهم. فوالا الحين نبداو نحو لهم هذوك الخصان الفوقاني. هذاك الخصان لازم نحوه، ما ديروش في الكوكوطه، ونحو له هذيك الزريعه، الزريعه شويه تطلق للمروريه. نحو له كامل ونفرغوا له هذيك الزريعه اللي تجي لداخل. هنا نقسموها على زوج، نكملوه كامل بنفس الطريقه. نسط هنا مازال فيه شويه هذيك الزريعه والعروق، نحوهم. طريقه عاديه يعني ما فيهاش حتى حاجه جديده، جديد فقط في طريقه تاع القليان، وجديد يعني انك ما ديريش الزيت، تقتصدي في الزيت هذه كاول حاجه. ثاني حاجه ما يتمرمدلكش يعني الكويزينيير ولا الطابونه اللي تقلي عليها، ما تتمرمدلكش بالزيت، يعني تقعد الدنيا نقيه. على بالكم الفلفل يدير بزاف الزيت. وهنا عندي زوج مغارف فقط لا اكثر ولا اقل، هذو ما نديرهمش كامل. وهذه المغرفه الثانيه، هذا البانسو يعني حنواسي به، اللي ما عندهاش بانسو تقدر دير غير بيدها يعني عادي. عندي هنا كوكوطه، هذه الكوكوطه راح ندير فيها. بزاف بنات قالوا لي عندك هذه الكوكوطه قديمه، علاش ما ركبتي لهاش اليدين؟ نقول لكم اشاك فوا نركب لها اليدين، يعني من غير دوريجين تاعها الاولى، من بعد تولي ما تصلحش اليدي تركبيهم، يعني يتكسروا ويتحرقوا، غير تقيسهم النار يولوا يتفتتوا. نقول لكم معاها 10، هذه الكوكوطه قريب 10 سنين، يعني ما نقدرش نبدلها والفتها. فوالا هنايا شوفوا ندهنوا هذاك الفلفل تاعنا بالزيت، ندهنوا غير من الجهه اللي فيها القشره، ادهنوه كامل. على بالكم زوج مغارف يعني مش راح نديروهم كامل، هذو يبقى منهم. دهنا الكوكوطه، بعدها دهنا يعني هذا الفلفل. الزيت اللي بقات لنا من هذوك نزيدو نديرو مغرف وحده ومغرف نخلوها ثم في الاخر، بزاف يعني هكا تكفينا. هيا اقتصاديه. هنا نملحو الفلفل تاعنا. هنا راح نقول لكم باللي بعدها اغلقوه في الكوكوطه، بعد ما ديروا له الملح اغلقوه عادي كيما مالفين نطيبوا فيها حوالي 20 دقيقه، يعني حسبوا لها على نار قليله 20 دقيقه. تسمعوه يطرطق شغله ويتقلى، يعني ما تسمعوش يغلي كيما القدره، يطقطق هكذا فوق النار، هذاك هي السر ديالو، تعرفوه باللي ناجح 100%. انا بعد 20 دقيقه فتحت له الكوكوطه، يعني الصفاره ماشي لازم تصفر باسكو ما فيش السوائل، وهذوك السوائل هما اللي يخلوا البخار ويخلوها يعني دور الصفاره. بصح هنايا انا حرقتني هنا، واش نقول لكم، هاي اللي كي فتحتها يعني صدقوني جي ولا اروع، يعني تمتم تكونوا مزروبين، حطوه في المقله غلقوا عليه لا كوكوط مينوت وخلوه 20 دقيقه تصيبوه واجد يعني ذاب. والذوق تاعو نقول لكم ونعاود لكم ما يجيش كيما الذوق المغلي، لا لا يجي مقلي، هاكو تشوفوا فيه يعني غير في الزيت وداي تحميره، صدقوني جربوه. هاي ليك هنا كي تبداو تقشروا فيه تقشر فاسيلمون احسن من تاع المقله. نحيتو كامل هنا ووريته لكم،
واللي تحب دير كميه ما اكبر من هكا تقدر دير كميه ما اكثر من هكا. فقط البنات نزيد نعاود لكم النار تكون قليله، يعني نقصولها. حبيباتي فيديو تاع نهار اليوم هذا هو خفيف ظريف، حاجه سهله. انا نحب نجيب لكم حاجه اللي تستنفعوا منها، نقول لكم جربوا هذه الوصفه. ملاقات الخير ان شاء الله. شكرا على تعليقاتكم، بارك الله فيكم، وملاقات الخير ان شاء الله يا ربي. وجربوا هذه الوصفه وتتهناو من القليان تاع الزيت، حتى اللي عندهم الكوليسترول يقدروا ياكلوه. السلام عليكم.